تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صباح الخير جميعا أعزائي المستمعين، صباح الخير والنور والإشراق، صباح الازدهار لدولتنا، صباح مليء بالخير عليكم أعزائي المستمعين وعلى كل من ينضم إلينا، وكل صباح والجميع صحة وسعادة وطمأنينة. ندعو الله ونحن نستهل حلقتنا أن يحقق آمالنا وأحلامنا. أهلا بكم ومرحبا في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي، ليكون نافذتنا المفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساعة تفاعل جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها، وغير ذلك من الموضوعات الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع. أطيب التحيات مني محدثتكم دكتورة عاش البسطي. أهلين محمود، صباح الخير. معنا محمود العلي. صباحك الله بالخير دكتورة. نحن اليوم خليناك تي فاجأناك قلنا تقدمي البرنامج. دكتورة عاش البسطي طبعا زميلتنا وأيضا بترافقنا في حلقة اليوم، في عنا العديد من الفقرات، ولكن قبل ما نتطرق لهذه الفقرات موجودة معانا نجاة السويدي في التنسيق، عندنا في إعداد هذه الحلقة الزميل العزيز حسن البلاونة، وفي الإخراج ويا بقول وائل أيمن سرحيل. صباح الخير يا أيمن. صباح الخير جميعا. أرقام التواصل معانا، بتخبرينا من أرقام التواصل؟ هي أرقام التواصل 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. 4006 رسائل نصية، اللي عنده أي استفسار، عنده أي ملاحظة، عنده أي اقتراح ممكن أن يثرينا بهذا الاقتراح، أتمنى أنكم أنتم تراسلونا على هذه الأرقام أو تتواصلون معنا على الرقم اللي ذكرت الدكتورة. ما نبتدي حلقتنا بفقرتنا التغذوية اليوم، نتكلم عن البطاقة الغذائية لمرضى السكري. البطاقة الغذائية لمرضى السكري، معنا عبر الهاتف أخصائية التغذية العلاجية أختنا شيماء قايد. صباح الخير دكتورة. صباح النور، هلا أخوي. يا هلا دكتورة. نحن بس عشان نوضح للجمهور شو هي البطاقة الغذائية، وبعدين ما نتطرق بشكل مفصل عن البطاقة الغذائية لمرضى السكري. تفضلي. دام فضلك. بالأول أصبح عليكم وأصبح على جمهورنا المستمعين. راح نتكلم عن البطاقة الغذائية، أهمية البطاقة الغذائية. البطاقة الغذائية طبعا هي البطاقة الموجودة على المنتجات الغذائية اللي تنحط عشان تعرفنا على هذا المنتج، على شو يحتوي من سعرات حرارية، من دهون، من كربوهيدرات، كمياتهم، من فيتامينات والمعادن الموجود في هذا المنتج. غير أنه مش البطاقة هي تعتبر فقط هي البطاقة الغذائية، لازم نقرأها، لازم نقرأ أيضا مكونات المنتج، هذه بعد تعتبر جزء من قراءة البطاقة الغذائية. طبعا تاريخ الانتهاء، تاريخ الصلاحية، نقرأ أيضا كيفية حفظ المنتج، كل هذه تعتبر قراءة البطاقة الغذائية. فهذه هي البطاقة الغذائية. نتطرق للبطاقة الغذائية لمرضى السكري. إنزين، طبعاً قراءة البطاقة الغذائية مهمة لجميع الناس، مش فقط لمرضى السكري، بس لأن الموضوع وايد طويل ومتشعب، فنحن بنتخصص اليوم بس لمرضى السكري. مهم جداً لمريض السكري يعرف في البطاقة الغذائية، أهم شيء يعرف أن كم كمية الحصة اللي مفروض يتناولها، يعني كم كمية الكمية اللي ياخذها من هذا المنتج عشان تعطيه كل هالمعلومات الموجودة في البطاقة الغذائية. طبعا دائما تعريف الحصة تكون موجودة في أعلى البطاقة، يوضحوا لك الكمية المفروض تتناولها من هذا المنتج عشان تعطيك كل هذه المعلومات، هذه أو هذه الكميات من الدهون، من سعرات حرارية، من كربوهيدرات. فإذا أنت أخذت أكثر من اللي مكتوب، معنى أنت أخذت ضعف الكميات من السعرات، من الدهون، من الكربوهيدرات. عشان كذي لازم نعرف كم مفروض نتناول من هذا المنتج. لما يعرف مريض السكر كم مفروض يتناول أو كم حصة المنتج هذه، راح يعرف
يقرأ، مهم جدا يقرأ كمية الكربوهيدرات لمريض السكري، لأن الكربوهيدرات هي اللي تأثر وايد على مستوى السكر بالدم، خصوصا المرضى اللي مرضى السكر اللي يتعاملون مع الأنسولين، فمهم جدا يعرفون كم كربوهيدرات أنا أتناوله عشان أقدر كم آخذ من الأنسولين. أو المرضى السكري العاديين اللي ما عندهم ما يتعاملون مع الأنسولين ممكن يعرفون كم أنا آخذ كربوهيدرات كوجبة خفيفة، مثلا سناك بسكويت مثلا أو شوكليت أو شيء، كم أقدر آخذ كسناك من هذا. مفروض الكربوهيدرات في السناك أو في الوجبة الخفيفة مفروض ما يتجاوز 20 جرام في الوجبة الخفيفة الواحدة، يعني 15 إلى 20 جرام في الوجبة الخفيفة مفروض يتناولها مريض السكر. إذا شاف الحصة الوحدة تعطي أكثر من 20 جرام معناه هذا عالي في كمية الكربوهيدرات اللي يتناولها، فالأفضل يتجنبه، يختار اختيار أفضل. غير كمية الكربوهيدرات مفروض يعرف السكر الموجود في المنتج الغذائي هذا كم كمية. دائما السكر يحط لك إياه بالجرامات، ما يحط لك إياه بالنسب، فالأفضل ما يتجاوز 3 جرامات في الحصة الواحدة. إذا تجاوز 3 جرامات أخذت يعني 5-6 جراماتها معناه أن هذا المنتج عالي جدا بالسكر، فالأفضل أن نحن نتجنبه. نأخذ منتجات بديلة أخرى تكون كمية السكر فيها أقل. غير كمية الكربوهيدرات والسكر الموجودة في البطاقة الغذائية مفروض يقرأ، والأفضل أن يقرأ مكونات المادة الغذائية. إذا ثلاث أو أساس مكونات من المادة الغذائية فيها كلمة سكر أو شراب الكلوكوز أو شراب المالتوز، أنواع السكر هذه يحطونها في المنتجات الغذائية، الأفضل مريض السكر يبتعد عنها، لأن هذه وايد لها تأثير كبير على نسبة السكر في الدم. فالأفضل يشوف شو مكونات، أحيانا حتى ما تكون 3 أول مكونات، تكون يمكن مكون الرابع والخامس، بس تكون في 3-4 أنواع سكر ضايفينها في هذا المنتج. فالمريض السكر لازم ينتبه يقرأ المكونات ويقرأ البطاقة الغذائية الاثنين مع بعض. غير كمية الكربوهيدرات والسكر اللي لازم يتعرف عليها، إذا كان هو مريض السكر يعاني من زيادة وزن لازم يعرف كمية السعرات الحرارية اللي يتناولها. طبعاً الأفضل يرجع لمختص عشان يعرف كم هو يتناول خلال اليوم من سعرات حرارية يوزعها خلال وجباته. لازم يعرف من خلال البطاقة الغذائية نوعية الدهون الموجودة، لأن مرضى السكري أكثر عرضة لارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، فيشوف شو نوعية الدهون الموجودة وكم نسبها في البطاقة الغذائية. دائما يكتبوا لك الأنواع الدهون الموجودة، الدهون المشبعة، الكوليسترول دكتورة هلا ألو ألو تفضل، لأن الصوت شوية قطع عندنا. سامحونا يمكن الإرسال عندنا شوي تعبان. إنزين الخلاصة دكتورة شو نبغي نقولهم الحين قبل ما أوكي، الخلاصة أنه مهم جدا يقرأ البطاقة الغذائية ويقرأ المكونات الغذائية، يتعرف على كم كمية الكربوهيدرات في الحصة الوحدة، كم كمية السكر اللي تناولها مثل ما قلنا ما تتجاوز 3 جرامات، ويعرف شو أنواع السكر المضافة من خلال قراءة مكونات المادة الغذائية. فمهم جدا يتعرف عليهم. شكرا لك دكتورة. شكرا يعطيكم العافية. شيماء طايد أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. فاصل مستمعين وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا دكتورة، أرقام التواصل 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. طيب نحن قبل أن ننتقل ل يعني واحدة من المراكز اللي حقيقة أنا أحبها في هيئة الصحة بدبي، بخبركم شو هذا المركز. خلونا أخذ بس هذه الدراسة السريعة اللي ما ذكرناها في بداية الحلقة. في دراسة طبية حديثة حذرت من أن الإكثار من تناول الأطعمة المشوية أو المطهوة على الفحم يزيد احتمالات المرتبطة بمخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي أو الوفاة، في مقارنة بين من استخدموا المواقد الكهربائية والعاملة بالغاز في طهو الطعام. وجد باحثون في جامعة أكسفورد في بريطانيا ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي المزمنة الحادة بنسبة 36% بين من استخدموا الخشب أو الفحم في أغراض الطهي. الباحثون أرجعوا السبب في ذلك إلى وجود الوقود الصلب
اللي ينبعث منه مستويات عالية للغاية من الملوثات، خاصة الجسيمات الصغيرة جدا التي تخترق بعمق الرئتين. خلال الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة جمعية الصدر الأمريكية، قام الفريق بتحليل السجلات الصحية لنحو 280 ألف شخص بالغ تراوحت أعمارهم ما بين 30 و79 سنة من 10 مناطق في الصين. تمت متابعتهم لمدة 9 سنوات. تعرض 18823 شخص منهم لدخول المستشفى أو الوفاة متأثرين بأمراض تنفسية ومشكلات في الرئة. تشير البيانات إلى أن 10553 منهم توفوا متأثرين بإصابتهم بالربو أو الانسداد الرئوي المزمن. موسم الشوي هي طيب، نحن نسوي حلقة دكتورة كاملة عن منكلم الجماعة في التغذية السريرية عن أفضل الطرق الصحية اللي الواحد ممكن يشوي فيها. وبعد خاصة اللي عندهم أمراض الربو صح، والممارسات اللي لازم يسوونها، الممارسات اللي يتبعونها. طيب اليوم نتوجه الحين لمركز كبار المواطنين في هيئة الصحة بدبي. عندهم مبادرة جميلة ضمن مبادرات تحدي دبي للياقة، الجهود مستمرة اللي يقوم بها المعنيين في المركز للحفاظ على اللياقة البدنية لدى كبار المواطنين وفقا لظروفهم الصحية. معانا عبر الهاتف دكتورة سلوى السويدي، استشاري ومدير مركز كبار المواطنين في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة. صباح النور. أهلا محمود. مركز سعادة كبار المواطنين. مركز سعادة كبار المواطنين. هلا دكتورة، صباح الخير. سعادة، أهلا وسهلا. دكتورة، في البداية نبغيش تحدثينا عن الأنشطة والفعاليات اللي نظمها المركز ضمن مبادرة تحديد بي للياقة. أوكي، طبعا المركز هذه ثاني سنة كبار المواطنين يشاركون في تحدي اللياقة البدنية. احنا هدفنا دائما في المركز ان احنا نقول ان كبار المواطنين جزء لا يتجزأ من المجتمع. هدفنا ان احنا نشيل النظرة السلبية اللي لدى بعض افراد المجتمع عن كبار السن انهم ناس، او كبار المواطنين انهم ناس عاجزين ومحتاجين مساعدة. هذا كان هدفنا في المشاركة لمدة سنتين على التوالي في تحدي اللياقة البدنية. لما نقول كل دبي صارت نشيطة وكل فئات المجتمع قاعد تشارك، ذن كبار المواطنين المفروض أنهم يكونون part of الفعاليات والأنشطة اللي في دبي. طبعاً احنا ابتدينا من بداية الفتنس تشالنج أو تحدي اللياقة البدنية لمدة شهر هذا الأسبوع الأخير، وإن شاء الله راح تتواصل بعد يعني فعالياتنا وأنشطتنا، لأن احنا نؤمن بدور الرياضة لدى كبار السن، دورها الإيجابي لكبار السن. طبعاً شيء جميل دكتورة أنكم شاركتوا بهالشيء وما حطيتوا أن كبير السن له حاجز أن يمارس ويدخل في هالتشالنج أو المبادرة. مهما كانت الليميتيشنز أو الصعوبات، إحنا قادرين تحت إشراف الطاقم الطبي والتمريضي وطاقم إعادة تأهيل أن إحنا نختار التمارين المناسبة لكل شخص بناء على حالته الصحية. يعني ما أقول لك أنهم راح يدخلون ماراثون، بس أتليست أنهم ياسين يتدربون و they are happy، مبسوطين أنهم part من الأكتيفيتيز أو الأنشطة اللي قاعد تصير في دبي. هالشيء وايد حلو. أقول لك كل الأنشطة بمختلف أنواعها، مختلف الرياضات، حتى لو ما كانوا يقدرون يسوونها، حتى لو على الويلتشير على الكرسي المتحرك، بعد احنا مخلينهم يجربون ويكونون بارت اوف ات. حاليا انا خليتكم، بس انا عندي في الصاله تايكوندو. ما شاء الله عليهم. دكتوره بس حابين لحظه شو تلعبينهم تايكوندو؟ تايكوندو ايش قايل تايكوندو كبار تايكوندو حتى وهم على الويل تشير، عرفت يعني تايكوندو يوغا رماية كل الامور هذه ما شاء الله يعني مستمره. ما شاء الله، الله يحفظهم. من بدايه السنه، من بدايه الشهر هذا. دكتور حبينا نعرف من ناحيه تفاعل المجتمع المحلي مع الانشطه والفعاليات اللي ينظمها المركز، وفي نفس الوقت تفاعل نزلاء المركز مع هالشيء. اوكي طبعا نزلاء المركز في منتهى السعاده. أنا ألاحظ يعني لم أي شغلة نسويها لكبار المواطنين تسعدهم. ملاحظة الجيل اللي الحين قاعدين نشوفه عندنا عدد كبير من كبار المواطنين، يعني هم كنزلاء إيداد أو يعني مراجعين إيداد للمركز. أي شغلة نقترحها عليهم كرياضة في البداية أنا ممكن أقول لا يمكن يتردد، تلقينا على طول وافق. يعني هم وايد متفاعلين، وايد مستانسين. احنا في بداية الشهر هذا وبداية تحدي اللياقة شلينا كل الأجهزة الرياضة
حطيناها في الصالة بحيث أن الكل يتمرن ويا بعض. هذا الشيء شجعهم، خلاهم يعني يمكن قبل كان كل واحد يصير غرفة الفيزيوثيرابي ويسوي تمارينه ويرجع. الحين لما حطينا كل الإكوبمنت في الصالة الكل يتمرن مع بعض، تلقينا الموضوع مو بس تمرين، هو تمرين وهو سوالف، سوشيال جاذرينج، أكتيفيتيز، إتس فن في النهاية، متعة. فكبار السن مستانسين في الموضوع، فخورين بمشاركتهم، وإحنا دائما نشجعهم. تفاعل المجتمع المحلي طبعا، أنت عارفة على طول السنة عندنا زيارات مدارس وجامعات. طلبنا من المدارس أنهم لما يجون يزورونا في هذا الشهر يخلون طلابهم يشاركون كبار السن في الـ في الـ في الأنشطة الرياضية وفي التمارين. فهذا شيء وايد كان له دور إيجابي لما الاثنين يعني الجيلين يشتغلون ويا بعض لهدف واحد اللي هو الرياضة. وطبعا في عندنا جهات مختلفة شاركت معنا ولا زالت تشارك معنا، وأذكر يعني بالمقام الأول القيادة العامة لشرطة دبي، مجلس أصحاب الهمم، ما شاء الله عليهم، من بداية الفتنس تشالنج يبعثوا لنا مدرب بشكل أسبوعي إن شاء الله شيء جميل لتدريب كبار السن على كافة التمارين اللي ممكن يسوونها، من ضمنها تايكواندو والرماية، شيء حلو، وعندنا يوغا بعد. وايد ممتاز دكتورة، بس لو تحدثينا عن الخدمات اللي يقدمها مركز كبار مركز سعادة كبار المواطنين بشكل عام. أوكي. مركز سعادة كبار المواطنين هو عبارة عن يقدم تو مين خدمات أو سيرفيس. هو عبارة عن مركز إيواء لكبار السن الذين ليس لديهم أقارب من الدرجة الأولى، أوكي، يعني مركز رعاية تمريضية طويلة الأمد أو لونج تيرم كير. وفي نفس الوقت هو مركز رعاية نهاري للمراجعين الخارجيين اللي يجون من المجتمع لتقضية الوقت الفترة الصباحية ويرجعون بيوتهم. من أهم الخدمات اللي يقدمها المركز طبعا هي رعاية تمريضية، رعاية طبية بإشراف طاقم متخصص في أمراض كبار السن، الفيزيوثيرابي أو إعادة التأهيل بمختلف أنواعه. وفي خدمات طبعا أو أنشطة اجتماعية وترفيهية هدفها دمج كبار السن بالمجتمع. هو نظرة أو يعني رؤية المركز أن احنا we want to promote active aging أو شيخوخة النشطة. This is what we do عن طريق الفعاليات والأنشطة اللي تدمج كبار السن بالمجتمع. شيء جميل دكتورة سلوى، يعطيكم ألف عافية. دكتورة سلوى السويدي، استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك دكتورة. شكرا جزيلا دكتورة. إذن مستمعينا نحن متواصلين معاكم إن شاء الله بعد الفاصل، بيكون عندنا يعني واحد من الأطباء الجميلين الوسيمين الرائعين بيكلمنا عن المعايير الجديدة لترخيص المنشآت الصحية بدبي، دكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة، أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. أعلنت هيئة الصحة في دبي مؤخراً عن توفير معايير تفصيلية جديدة لترخيص المنشآت الصحية في الإمارة قبل نهاية العام الجاري، تتضمن 40 وثيقة ومعيار استرشادياً للأخذ بها والاستفادة منها عند إنشاء المرافق الطبية سواء مستشفيات أو مركز رعاية أو عيادات وغيرها. للتعرف على هالمعايير يسرنا أن يكون معانا اليوم في الاستوديو الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي. أهلين دكتور مروان. أهلا وسهلا، السلام عليكم. نورتنا دكتور في الاستوديو، موضوع جميل ومهم جدا نتحدث عنه في هذه الحلقة. دكتور في البداية يعني 40 وثيقة ومعيار استراتيجي، خلنا نتعرف على أبرز المعايير الجديدة اللي تتجه هيئة الصحة بدبي لتطبيقها قبل نهاية هذا العام. نعم، أول شيء أبغى أحب أشير إلى قانون هيئة الصحة الجديد اللي هو رقم 6 لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة الصحة بدبي، وفيها يعني نقاط كانت مهمة جدا بخصوص قطاع التنظيم الصحي اللي عطى تراخيص المنشآت الصحية الخاصة والحكومية. نعم. والأفراد المهنيين والمنشآت الصحية كلها يعني بشكل عام في إمارة. نعم. دبي للتنظيم الصحي. طبعا بدينا نرخص العيادات والمستشفيات الحكومية،
وراح يكون في يعني برنامج تفتيش لهم بعد لزيادة الكفاءة بنفسه نفس القطاع الخاص إن شاء الله. ممتاز. يعني الحين اللي شغالين في الحكومة كل واحد لازم يجدد ترخيصه ويخضع لنفس المعايير اللي موجودة في القطاع الخاص. صحيح. أنت جدتي تشغل أول بأول. لا ما يقصرون. وهذا يعني دور منا بعد إن نشجع الأطباء إن يعني يكونون على يعني متوافقين مع ساعات التعليم الطبي المستمر المطلوبة. يعني الأطباء يحتاجون 40 ساعة. ممتاز. فهذا شيء ضروري إن يكونون يعني على أحدث التطورات على علم بأحدث التطورات في المجالات الطبية. وبعد أبغى أشير لقرار مجلس الوزراء رقم 47 سنة 2018 باعتماد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات. نحن كنا جزء من هذا الفريق، الحمد لله توفقنا ويعني نزلنا قرار موحد لجميع المستشفيات في الدولة. ففي واحد مثلا يسأل شو علاقة هذا بالدليل الاسترشادي اللي بننزله نحن 41 وثيقة. هذا بيكون يعني مثل معايير إرشادية فيها تفاصيل أكثر راح تساعد القطاع الخاص إذا يبغى يفتح مستشفى، يبغى يفتح عيادة، مراكز جراحة اليوم الواحد، فيها تفاصيل أكثر راح تساعده يعني. وايد زين، ممتاز. يعني هذا الدكتور بيقودني يعني للسؤال، لأن وجود مثل هذا الدليل بيعطي أيضا فرصة أكبر للاستثمار في إمارة دبي في القطاع الصحي. فهني أبغي أتكلم عن دور هذا الدليل في تشجيع الاستثمار في إمارة دبي. نحن مركزنا يعني أن هذا الدليل لازم ما يحد من الاستثمار، يشجع الاستثمار. المعايير لازم تكون يعني فليكسبل أو يعني فيها مرونة تسمح بهذا الشيء. أوكي. المعلومات القطاع الخاص شفنا يعني إذا نحن أعطينا معلومات راح يستجيب المعلومات هذه ويتوافق مع القوانين والمعايير. صحيح. المطلوبة يعني. صحيح. فهي مجرد يعني توعية للقطاع الخاص، وهذه المعايير تم وضعها بعد استشارة القطاع الخاص والجهات الحكومية الثانية المعنية، الدائرة الاقتصادية، البلدية، كل الجهات خذينا رأيهم، وإن شاء الله راح ننزله يعني قريبا إن شاء الله. دكتور مروان، نحن عارفين أن التخصصات الطبية وايد كثيرة ومتشعبة، خاصة في هالفترة ابتدت تخصصات جديدة حتى تطلع. شو أبرز التخصصات الطبية التي تركز الهيئة للاستثمار بها؟ نحن يعني هيئة الصحة بدبي دائما تقوم بدراسة الحاجة السريرية أو الساعة السريرية. نعم. آخر دراسة كانت تقريبا قبل 3 أو 4 سنوات، وهذه السنة نحن بالتعاون مع قطاع الاستراتيجية وشركة خارجية سوينا دراسة، وراح يعني قريبا يتم الإعلان عن نتائجها وننشرها في الموقع الإلكتروني. فهذه الدراسة راح تعطينا المعلومات الأحدث بشأن تخصصات الطبية المطلوبة، بس بشكل عام يعني تخصصات الطب النفسي، طب الريهابيليتيشن العلاج الطبيعي دائما مطلوب يعني. ونحن بعدنا بنركز على التخصصات مع الأماكن الجغرافية. نعم. يعني في أماكن في دبي فيها مراكز أو عيادات كثيرة، وفي واحد من يعني الشوارع يمكن 7000 عيادة تجميل تحصل. فهذا إن شاء الله راح يكون فيه يعني دراسة عليها، تنظيم له وتشجيع الاستثمار في المجالات والأماكن الجغرافية المطلوبة يعني. جميل. أنا بس عشان أوضح للمستمعين يا جماعة الخير، لما الدكتور مروان يقول هنالك دراسة للسعة السريرية، فهذه معناتها أن هنالك تنظيم لوضع العيادات والمستشفيات مثل ما ذكر على مستوى الجغرافي لإمارة دبي. أيضا بتلاحظون أن هنالك الكثير من المستشفيات حتى في الفترة الأخيرة تم يعني ترخيصها في أماكن معينة اللي يسمونها مثل دبي الجديدة. وأيضا هذه كذلك بضيف على كلامك دكتور، هي متوافقة أيضا مع الحدث الأكبر اللي نحن ننتظره اللي هو إكسبو 2020 لكي تواكب الخدمات الصحية وتقدم بسلاسة لزوار دبي المتوقعون خلال الفترة القادمة. طيب تبغى تضيف شيء دكتور ولا؟ عيادة هيئة الصحة في إكسبو كانت يعني رخصناها نظامي مثل أي جميل. عيادة ثانية يعني جديدة يعني. صحيح. حسب الإجراءات، والجماعة كانوا متعاونين معنا والحمد لله يعني. انزين. هني دكتور أنا بتكلم بشكل عام عن الجهود اللي تقوم بها الهيئة فيما يتعلق بتشجيع
السياحة الصحية في إمارة دبي. أنتم يقع على عاتقكم جزء كبير في هذه المسألة، خاصة مع توجهات اللي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي، في أن تكون الخدمات الصحية التي تقدم في إمارة دبي بنظام 70-30، 70% هي للقطاع الخاص و30% للحكومي، ونحن وصلنا أعتقد هذا التارجت. دكتور تفضل. نعم طبعا السياحة الصحية يعني مشروع كبير الهيئة تقوم به، ونحن عندنا يعني هدفنا نجذب الدول القريبة من دبي، القريبة أتكلم عن يعني 3 ساعات أو 4 ساعات بالطيارة، سواء كانت من دول أفريقية أو من جنوب شرق آسيا أو من روسيا أو حتى من الصين يعني. زين، وطبعا دول الخليج يكون التركيز بعد عليها كبير. لاحظنا يعني في كل منطقة هذه من هذه الدول يعني من العالم لهم احتياجات، لما يجون دبي للعلاج أو السياحة العلاجية لهم احتياجات، في البعض يركزون على الاستشفاء الويلنس، وفي البعض عندهم يعني عمليات العظام أو عمليات التجميل أو عمليات الأسنان يعني جراحات الأسنان. فنحن نشوف حسب الدول وحسب رغبة المرضى زين نقوم بعمليات ترويجية، سواء كان الرود شو أن نروح هناك الدول ونعلن عن الخدمات الموجودة بالتعاون مع القطاع الخاص، وطبعا بعد نحن نحب نشجع القطاع الحكومي بعد على المشاركة، ودائما هذه يعني تكون بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين دائرة السياحة وطيران الإمارات. جميل، هذا الشركاء الاستراتيجيين بالنسبة لكم، لكن شو التعاون ما بين القطاعين العام والخاص لتنشيط السياحة الصحية في إمارة دبي؟ طبعا القطاع الخاص يقدرون يعني يقدمون الخدمات يعني بكل الـ البنود يعني كانت طب الاستشفاء او طب الجراحات. زين، والقطاع الحكومي ان شاء الله الحين احنا من يعني بنتعاون مع مؤسسه دبي للرعايه الصحيه. جميل. ونقدم الخدمات يعني لا تتوافق مع الاحتياجات نحن الحين مراكز الاخصاب، مركز الاخصاب مركز دبي للاخصاب اللي تابع لهيئه الصحه متعاونين معنا. جميل. جزء من مجموعه دبي الصحيه dxh.ae، وكل هالخدمات احنا نقدر يعني او موجوده في الموقع الالكتروني مالنا dxh.ae باكثر من لغه، الانجليزيه العربيه الحين حطينا الروسيه والصينيه بعد. جميل. يعني وفي تطبيق بعد كذلك خاص بالسياحه الصحيه. صحيح. دكتور تسمح لي بس اخذ ام خليفه مداخله، تفضل يا ام خليفه. صباح الخير. يا هلا يا هلا، تفضلي. بس عندي استفسار بخصوص شركات الميديكرب. أنا كصاحبة عيادة تجميل هنا في دبي، تعرف العيادات مثلا يطشوا لنا مندوب من شركات ميديكرب اللي تعرض علينا المنتجات التجميلية أو المواد التجميلية. في شركات مثلا تينا تعرض علينا مواد هي مش مسجلة في وزارة الصحة. أنا كصاحبة عيادة مثلا أخذ المادة هذه بناء على دراسة الموجودة في المختبراتها، وأشوف أن المادة هذه مثلا مفيدة ولها مفعول حلو، لكن الشركة هذه ما تخبرنا أن المادة هذه مش مسجلة. مثلا صار معي موقف أن أخذت مادة والمادة هذه ما كانت مسجلة، وبالصدفة عرفت أن المادة هذه مش مسجلة. فوزارة الصحة متابعة مع شركات المذكر في الحالات هذه؟ طيب تسمعين الإجابة. شكرا لك يا أم خليفة. شكرا. دكتور مداخلة أم خليفة وايد مهمة في هذه المسألة، لأن عملية الترخيص مثل هذه المستحضرات التجميلية اللي ممكن حد يشوفها لكن هي تنباع من غير ترخيص، وهذا شو المسؤولية اللي تقع على أم خليفة كصاحبة عيادة، أيضا شو هي المسؤولية التي تقع على الجهات المختصة بهذه برقابة مثل هذه المستحضرات، أين دور هيئة الصحة، وما هي الأدوار الأخرى للدوائر الحكومية الأخرى المعنية بترخيص وتسهيل تداول مثل هذه المستحضرات في المجتمع؟ سؤال جدا مهم، وأشكر الأخت أم خليفة على هذه النقطة. أولا العيادة هي مسؤولة عن الخدمات العلاجية التي تقدم عن طريق المدير الطبي للعيادة. لازم يكون في تأكيد يعني أن المنتجات هذه تكون مرخصة من وزارة الصحة،
حتى لو عن طريق شركات الأدوية هذه، بس لازم في يعني لأن بتكون في مسؤولية على العيادة، فلازم الطبيب يشوف الأوراق الثبوتية اللي هي تأكد أن هذا الدواء مرخص ومسجل في وزارة الصحة. يعني أول شيء أم خليفة تسويه تطلب الوثائق اللي خاصة بالمنتجات وتسجيلها، لأن هي راح يكون عليها مسؤولية في حال لا قدر الله أو يعني حتى لو صار عليها تفتيش بيكون عليها مسؤولية، أو في حال حد تأثر بشكل سلبي من خلال هذه المستحضرات. صحيح. وبعد أحب أنوه يعني في شركات المعدات الطبية مثلا الليزر، يعني مرات يبيعون الأجهزة ويقومون بالتدريب، إذا كان هذا اللي يسوي التدريب على مريض وما مرخص في مسؤولية على العيادة. يعني نحن لاحظنا بعض العيادات تشتري جهاز ليزر والمندوب هو اللي يشرح عملية كيفية استعمال الجهاز، وهذا المندوب ما مرخص، ومرات يستوي حروق للمرضى، فالعيادة تشتكي أو المريض يشتكي، بس في بعد مسؤولية العيادة لازم ما تسمح لأي واحد ما مرخص إنه يسوي، لأنه تعتبر خدمة علاجية هذه. ممتاز ممتاز، هذا بالنسبة للمسألة. طيب الآن هذا كيف يبيع مستحضر غير مرخص ويمر، يعني في قوات وي الصراحة يمر العيادات ويبيع الدكتور أشياء مو مرخصة للأسف. يعني لا، نحن دائما يعني في حملات تفتيشية نفتش وبتعاون مع وزارة الصحة وبتعاون مع بلدية دبي بعد، بس بعد في مسؤولية أن الكل يقدر يعني يتأكد أن النظام ماشي ومنع بيع الأدوية بدون ترخيص. طيب دكتور هني شوي أنا يعني ما نتكلم شوي بشفافية أكثر دكتور، يعني لأن كانت هناك العديد من التساؤلات في حلقات سابقة، ونحن نستغل وجودك معانا دكتور في هذه الحلقة بما أنك أنت مسؤول عن التنظيم الصحي في إمارة دبي ككل. هناك يعني رسائل جاتنا دكتور يتحدثون عن أن القطاع الصحي في الخاص صاير يعني هي مسألة تجارية أكثر مما هي يسعون أنهم هم يعالجون المرضى بشكل صحيح. يعني حد من الناس شو يقول يعني أتذكر في رسالتنا يقول يا أخي القطاع الخاص مستوي مثل شو اسمه جراجات السيارات، يصلحوا لك واير ويخربوا لك واير ثاني عشان ترجع لهم وتصلح مرة ثانية. شو تعليقك على هالموضوع دكتور؟ تفضل. شوف يعني اساسا لنجاح العلاقه هذه ان ثقه المريض بالعلاج. نعم. زين المريض لما يمر على الدكتور ممكن يكون عنده يعني مرض بسيط زكام ولا شيء، زين بيعالجه، بس بعد في جزء مهم من دور الطبيب انه يعمل له سكرينينج، يعمل له يعني كشف دوري حسب العمر. صحيح. حسب الجنس. زين ففي يعني فحوصات او حتى مثلا يعمل منظار او حتى حق النساء يعملون فحوصات الثدي، فهذه الاشياء مطلوبه. زين دور الطبيب مش مجرد يعالج المرض الموجود حاليا، لازم يشوف يعني اذا يعني اكثر من كشف على الموضوع وفحوصات في هذه المساله مطلوبه. بالضبط. بس اهم شيء في العلاقه الثقه، يعني واذا المريض ما اقتنع بالدكتور يقدر ياخذ راي ثاني من طبيب ثاني او مستشفى ثاني. يعني صح، خاصه اذا رايح للدكتور اول مره. ويمكن الدكتور سمعته مش قوي، ممكن قد يكون دكتور ممتاز دكتور لكن سمعته ما وصلت بهذا الشكل. عشان شيء نحن نقول مثلا المستشفى الفلاني في الدكتور الفلاني هذا ممتاز، هذا تروح لكذا بيعالجك بشكل زين او غيره. جميل. وأحب الحين يعني ما دام تكلمنا عن هالنقطة، نحن كهيئة الصحة نبغى نطلق مشروع إن شاء الله على نهاية السنة أو بداية 2019، سميناه مشروع قياس. هذا قياس جودة الخدمات الطبية، لأن صح الحين المريض يعتمد على السمعة، بس حتى نكون يعني نقوم بالتصنيف بطريقة علمية أكثر. مشروع قياس تم العمل عليه من تقريبا سنة، وعنده أكثر من محور، يعني مؤشرات سلامة المرضى، مؤشرات الجودة السريرية، سعادة المريض، يعني كيفية التعامل مع المريض، وكفاءة وجودة الأداء، بالإضافة للمؤشرات التشغيلية. كل هاي المنظومة راح تعطينا يعني نختصرها بنظام النجوم للمريض، وفي نظام تفصيلي أكثر للطبيب والمستشفى أو العيادة الطبية. فهذا مشروع قياس راح تطلق المرحلة الأولى إن شاء الله في 2019، وتكون هي رحلة يعني الجودة رحلة، مش إنه بس مجرد رقم، ونحن هذا الرقم نبغى نستهدف إن نرفع مستوى الأداء. جميل.
جميل، وهذا كله دكتور يعني يرجعنا للموضوع الرئيسي اللي نحن بناك عليه، اللي هي يعني المعايير اللي وضعت ضمن هذا الدليل الاسترشادي للمرافق الطبية، سواء كانت مستشفيات أو مراكز رعاية أو عيادات. هذه كلها فيها كل هذه المعايير اللي أنتم تتحدثون عنها، وأيضا فيها الكثير من المؤشرات اللي بتساعدنا حقيقة في تطوير هذا القطاع بشكل كبير. آخر شيء دكتور، بس نبغي نوضح مسألة أن القطاع الصحي في إمارة دبي يخضع لرقابة مستمرة، وأيضا هذه الرقابة مو بس جهد يقع على عاتق هيئة الصحة بدبي أو المعنيين في إدارة في قطاع التنظيم الصحي، ولكن في جزء كبير على المتعاملين. صحيح صحيح، يعني ونحن الحين في يعني السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي، في كثير من الإعلانات تطلع وتقول أنها مرخصة من هيئة الصحة ورخصة من وزارة الصحة. أنا أحب يعني أنوه أن يتم التأكيد من هذا، التأكد من هالمعلومات في برنامج دبي الآن في باب الصحة. زين، تقدر تشوف الأطباء والعيادات والمستشفيات المرخصة من هيئة الصحة، وتم البحث سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. فنكون حذرين يعني، وحق من حقوق المريض لما يروح أي عيادة يشوف الترخيص، لازم الترخيص يكون واضح، سواء كان على الـ يعني البالطو مال الطبيب اللي حاط شو اسمه البطاقة، أو يكون ترخيص العيادة بعد تكون على المستقبل، يعني تكون واضحة يعني. هالشيء بعد يعطي المريض ثقة أكبر أن أي منشأة صحية عندي في الدولة أو في إمارة دبي بالأخص أن تحت رقابة، ما تقدر تفتح أي منشأة طبية إلا تحت رقابة. أيوة. طيب. وطبعا بس آخر نقطة أحب يعني أنوه، أن في بعض الممارسات غير صحيحة ممكن تكون في الشقق أو في الفنادق، فهذا ما تكون عيادة مرخصة يعني. فنحب ننوه الجمهور أنه ما يتوجهون إلى هذه الأماكن، وحتى لو كانت أرخص، لأن الصحة، ولأن نحن لما نرخص العيادة ونرخص الأدوية نتأكد أن كل على المعايير الصحية اللي لازم تضمن لك سلامتك. صحيح. دكتور، وأنت يعني مسألة وايد مهمة يعني، والله عرفوا بالعقل دكتور، يعني الواحد عقله في راسه يعرف خلاص. أنت ساير بصير بتعالج عند دكتور أو إنه فاتح لي عيادة في شقة لا فيها لافتة، لا فيها شيء، ولا سوري هذا مو بحلاق يعني يجيك للفندق يحلق لحيات كل شيء ويطلع، لا. أنت هذا أوبريشن دكتور، عملية في النهاية وجراحة، وراح تأثر على صحتك، وبعدين بتي وبتقول والله ما أدري كذا وسووا لي وطلعوا لي إياه وما أدري كذا. لا، هذه مسألة، وهذه دعوة كذلك للجمهور، أي ممارسة غير سليمة يشوفها يبلغ عنها دكتور. صحيح. لأن التعاون مع الجهات المختصة في هذه المسألة جدا مهم. شاكرين لك نحن دكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي، شكرا لك على تواجدك، ودائما ما نسعد باستضافتك. تسلم أخوي. شكرا دكتور مروان. شكرا لك دكتور عائشة البسطي، شاركتينا في تقديم هذه الحلقة اليوم. أنت شكلي رمست أكثر عنك. مرياي أنا اللي بستلم. زين مرياي، أنت بروحك إن شاء الله بعد. شكرا محمود، ما قصرت. شكرا لك دكتور عائشة البسطي، شكرا نجاة السويدي كانت معنا في التنسيق، في إعداد هذه الحلقة الزميل العزيز حسني البلاونة، في إخراج هذه الحلقة أيمن سرحيل. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، ونلقاكم إن شاء الله في الغد. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. شكرا. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.